مساء الخير يا أولاد، مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني اللي راح نحلو فيه. نتابع التمارين هذوك اللي عطيت لكم حول الأعداد الناطقة والأعداد النسبية لسنوات أقسام ثالثة متوسط. دونك هنايا نكمل تمرين ثالث. أحسب ما يلي الأعداد أ و ب. هذا بالنسبة للتمرين الثالث. دونك واش راح نديرو؟ نحسبو أ و ب. دونك حل تمرين ثلاثة، لدينا أ يساوي 5/4 قسمة ناقص 15/2. هنا رانا في العملية تاع الأعداد الناطقة، هكا كيف كيما العملية تاع الكسور نفسها. قسمة كسرين هو الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني. هنا بيسك ناقص 15/2، المقلوب ديالو هو 2/-15، ويساوي ضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 5 × 2 = 4 × -15. حبيتوا تطلعوا الإشارة الفوق هتطلعوها، ما كاش مشكل. الحمد لله. دونك يساوي 10/15 = 60. المطلوب منا أن نختزل الناتج. لا، مشي نختزل الناتج، يكتب على شكل عدد ناطق مبسط. يعني التبسيط، كتابة المبسطة للعدد الناطق هي هذه. يمكن اختزاله أيضا، قسمه على 10، 1/6. دكور، هذه الإشارة تكون على نفس المستوى مع خط الكسر. ثم ب يساوي 45/3 قسمة 3. 3 هذا عبارة عن 3/1، يساوي 45/3 في مقلوب تاع 3/1 هو 1/3. دونك يساوي 45 × 1 = 3 × 3، ويساوي 45/9. وخمسة وأربعون على 9 تساوي إلى طبعا ميم يا جدا متساوي جدا جدا عزيزة. يساوي إلى 5 طبعا. دقيقة فقط، أعتذر. للوقت تاع التمارين هذيك من حطيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يساوي الى 5 باش من فوالا. ثم التمرين الاخر. والله الواقع هذيك تاع التمارين فوالا. مازال عملية أخرى لم أكتبها، كاين عملية أخرى لقيتها، كاين عملية أخرى. سي يساوي إلى ناقص 5/5/3 يساوي ناقص 5. هذا عبارة عن ناقص 5/1، دونك يساوي ناقص 5/1 في مقلوب تاع 5/3 هو 3/5. دونك ناقص 5 × 3 1/5. ثم سي يساوي ناقص 15/5، ويساوي ناقص هكذا 15/5، ويساوي إلى ناقص 3/1. نفس الشيء هنا أيضا، لقينا 5 وكي كتبته 5/1 أيضا. هذا بالنسبة للتمرين الثالث. ثم
التمرين الرابع الآن تعطى لكم الأعداد X, Y و Z. واش نديرو حنا؟ أعطي مقلوب كل من الأعداد التالية. هذيك تاعت الأعداد التمرين أربعة. نضع جدول. سمحة تسو، سمحة مي، سمحة ماما. العدد مع مقلوبه. الأعداد عندنا X يساوي ناقص 2 على 3، Y يساوي 3 على 4، و Z يساوي ناقص 1 على 6. المقلوب ديالهم استعملون أما متساوي ذا ينمي واه. المقلوب تاع ناقص 2 على 3 هو 2 على هو 3 على ناقص 2. دائما في الأعداد الناطقة باش نديروا المقلوب ناقص هذيك العدد السالب هذاك تمشي معاه الإشارة ديالو، دكور؟ هو 3 على ناقص 2، ناقص هو مع 2، دونك يولي لتحت، يولي المقام. 3 على 4 مقلوبه هو 4 على 3، ناقص 1 على 6 مقلوبه هو 6 على ناقص 1، مفهوم؟ ماما تساوي، دقيقة فقط دوك نجيب الوليدي ونجي، دقيقة. هاوليك هنا وليدي، هاوليك وليدي، اخر الفيديو راني نحطوه لكم تشوفوا. ثم الوغ سؤال اخر، ماذا يقول؟ قلهم ماذا يقول. احسب ا ب سي واكتب الناتج على شكل كسر غير قابل للاختزال بحيث. دونك نبداو بحساب تاع ا ب و سي. ماما 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 تساوي، إذا أ يساوي إكس زائد إيغريك إكس هو ناقص 2 على 3 زائد إيغريك هو 3 على 4 قسمة زد هو ناقص 1 على 6. نبدأ بالأقواس دائما. ألو نوحدو المقامات، ناقص 2 في 4 زائد 3 في 3 على 3 في 4 قسمة ناقص 1 على 6. أ يساوي ناقص 8 زائد 9 على 12 قسمة ناقص 1 على 6. حتى ماما حتى حتى ماما ثم يساوي ناقص 8 زائد 9 هو 1 على 12 قسمة ناقص 1 على 6 قسمة كسرين هو الكسر الأول دائما تماما دائما في 6 على ناقص 1 ويساوي 1 في 6 ماما خلاص في ناقص 1 ويساوي 6 على ناقص 12 بالاختزال نقسم على 6 ماما يا خلاص ماما خلاص امي خلاص ما يفهموش سينو الناس حاب يرفض الاوراق هذوك لي في سي بوغ سا ناقص 2 فوالا وكتابه مبسطه للاعداد الناطقه هكذا دائما هذا هو شكل المبسط الاعداد الناطقه إشارة تكون على نفس الخط الكسر على نفس المستوى مع خط الكسر فوالا من بعد ثم ب يساوي ب يساوي إكس في إيغريك زائد زد
إكس هو ناقص 2 على 3 في إيغيك 3 على 4 زائد ناقص 1 على 6. نبدأ بالضرب، عندنا جمع وضرب، نبدأ الأولوية للضرب. ناقص 2 في 3، 3 في 4 زائد ناقص 1 على 6 بيساوي ناقص 6 على 12 زائد ناقص 1 على 6. هنا نضربه في 2 باش نوحدو المقامات، يساوي ناقص 6 على 12 زائد ناقص 2 على 12. ولا حبيتو تستعملوا هذيك الطريقة هكذا للتوحيد ماشي مشكل، صحيحة أيضا. لجمع ضرب، لجمع كسرين عفوا. دونك هنا 12 ثم ناقص 6 زائد ناقص 2، مجموع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة، لهما نفس الإشارة، يساوي إلى نجمعهما والإشارة تكون هي نفسها، يعني سالبين في زوج النتيجة تكون سالبة، ونجمعهما ناقص 8 على 12. نختزل، نقسم على 4 هنا يساوي ناقص 2 على 3. دونك الكتابة المبسطة ناقص 2 على 3 ثم سي، قلنا سي هنا يساوي زد قسمة اكس. دونك زد هو ناقص 1 على 6. اخ ماما، اتا ماما، اتا شيري، اتا اخ 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 قسمة إكس. إكس هو ناقص 2 على 3. خاطي خاطي خاطي، بيرفض الورقة. ناقص 1 على 6. نو ماما، فين مقلوب 3 على ناقص 2 يساوي ناقص 1 في 3 على 6 في ناقص 2 يساوي ناقص 3. نو ماما، نو، ناقص 12. نقص على نقص في الأعداد الناطقة، نقص على نقص يساوي زائد قسمة عددين نسبيين لهما نفس الإشارة، دائما هو عدد موجب، يساوي زائد 3 على 12. نقسم على 3 في زوج ونتحصل على زائد 1 على 4. فوالا، هذه هي سي. فوالا، هذا بالنسبة للتمرين الأخير. ندير المسألة، ندوس معايا على الورق. استنى استنى، بتسر حل المسألة. ماما ماما، ما تسر خاتمي، خاتي خاتي، أختي أختي أختي. إذن قال لكم: اتفق ثلاثة أصدقاء على تنظيف مسجد الحي، وفي الفترة الصباحية نظف الأول 1/8 من مساحته، ونظف الثاني 13/12، ونظف الثالث 7/24. أولا، أيهم نظف أكثر؟ باش نشوفوا يعني هنا مقارنة الكسور، باش نقارنوا الكسور لازم نديروهم كامل إلى نفس المقام. عندنا ثلاثة كسور، نسميه الكسر الأول إكس 1/8، والكسر الثاني 3/12، والكسر الثالث نسميه زد 7/24. لازم نحطوهم إلى نفس المقام، نوحد المقامات. دونك نوحدو 1/8 و3/12، نرجعوهم مقامهما 24 يساوي 8. نضربوه في 3 عفوا، نضربوه في 3
لكي نجد 24 ثم 1 في 3 يساوي 3 على 24، وبعد 3 على 12 ضربوه في 2 يساوي 6 على 24. دونك عندنا 7 على 24، 3 على 24، 6 على 24. دونك منهم النظف أكثر هو الشخص الثالث. إذن الشخص الثالث يعني زد هو الذي نظف أكثر، نظف مساحة أكبر. ثم السؤال الثاني، أوجد الكسر الذي يمثل جزء المسجد الذي لم ينظف. دكور؟ لكي نجد الجزء الغير المنظف واش نديرو؟ نديرو الكسر الذي يمثل الكل في الكل، يعني هو 24 على 24، نطرح منه الجزء المنظف. هذا واش كاين بين قوسين هو الجزء المنظف. وما هو الجزء المنظف؟ هو 1 على 8 زائد هذا زائد هذا. 1 على 8 هو 3 على 24. نكتبه قبل 1 على 8 زائد 3 على 12 زائد 7 على 24 يساوي دونك 24 على 24 ناقص 1 على 8 يمثله 3 على 24، 3 على 18 على 12 يمثله 6 على 24، 7 على 24 يبقى كما هو ويساوي 24 على 24 ناقص 3 زائد 6 زائد 7 على 24 ويساوي هذا المجموع ديالو هو 16. دونك 24 على 24 ناقص 16 على 24 إذن هنا عندهم نفس المقام 24 ناقص 16 على 24 ويساوي إلى 8 على 24. هذا بالاختزال نقسم على 8 نجد 1 على 3. دونك الكسر الذي يمثل الجزء الغير المنظف هو ثلث 1 على 3. Voilà. ثم السؤال الثالث، في الفترة المسائية قرر الأصدقاء الثلاثة أن ينظفوا ما تبقى من المسجد بالتساوي، يعني ثلث هذاك اللي بقى ينظفه بالتساوي. ما هو الكسر الذي يمثل ما نظفه كل واحد؟ بيسك 1 على 3 هما راهم في 3، بقى ثلث، حبوا ينظفوه بالتساوي، صافي نقسموه على 3 قسمة 3 يساوي إلى 1 على 3 في مقلوب تاع 3 هو 1 على 3 ويساوي 1 على 9. دونك كل واحد منهم نظف، إذن كل واحد منهم نظف 9، 1 على 9 من المساحة المتبقية، من المساحة المتبقية. ثم رابعا، إذا كانت المساحة التي نظفها كل واحد منهم في الفترة المسائية هي 40 متر مربع، إذا كانت المساحة التي نظفها كل واحد منهم، يعني الكسر الذي يمثل المساحة التي نظفها كل واحد منهم هي 1 على 9 ومن بعد بالمساحة هي 40 متر مربع، فما هي المساحة الكلية التي نظفت؟ يا أخي ما هي المساحة التي نظفت؟ أجدى ماما متساوي. دقيقة فقط راح نجيب وليدي، نجيب له الاخر ديالو، دقيقة فقط.